انا بالنسبه لي بشير جميل هو قديس. هل مطلوب من الدوله اللبنانيه ان تتعاون مع حزب الله على ارض الواقع وان تتعاون مع الجيش السوري؟ هو ساقط. لو الحكيم اخذ بعين الاعتبار انه ما حدا بده اياه وكل البيئه اللي كانت موجوده رافضه للقوات، لا يحق له الدفاع عن الرئيس سعد الحريري. من قتل والده الشهيد رفيق الحريري، كل شهداء 14 اذار، من منعوا من الرئيس الحريري من ممارسه حكمه. بلد شفير، الاربعاء 9:30 المساء على الجديد.